نعم خوتي، اللفت المشوي في علاج الكحة والسعال الحاد ونزولات البرد. فيديو مفيد جدا خوتي خواتاتي لكم ولوليداتكم باش تهنوا من الأدوية الاصطناعية وتاخذوا أدوية منزلية وصحية 100%. نتمنى انكم تكونوا دائما بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده. اليوم كيف ما شفتوا من العنوان جبت لكم جوج ديال الوصفات اللي رائعين 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 بمعنى الكلمه وما كيخطاونيش انا من الدار نهائيا. ما بقيتش كنشري الادويه للينا ولا للطفله ديالي. علاش؟ لانه هذوك الادويه كيحيدوا او كيقللوا لنا المناعه ديالنا. لذلك اليوم كنتمنى انكم تتبعوا هذا الفيديو من الاول حتى الاخير لانه غادي يفيدكم وغادي يفيد حتى وليداتكم. وكيف ما شفتوا في الصوره المكونين الاساسيين اللي عندنا في هذه الوصفه هذه اللي هو اللفت والشيبه او الشيبان اللي كنقولوا ليها باللغه العربيه الشيبان، وحنا في المغرب تنقولوا ليها الشيبه. الان متوفره بكثره والثمن ديالها هزيل جدا، ولكن القوه ديالها والمواد اللي فيها والمنافع ديالها لا تعد ولا تحصى. ومن هذا الفيديو هذا ان شاء الله فاش غادي ديروا هذه الوصفات وغادي تطبقوهم غادي تشكروني وغادي ترحموا ليا والديا. وكذلك كنتمنى انكم ما تنساوش اللايك لختكم سناء، ومرحبا بالناس جداد في القناه ديالنا يضغطوا على الزر اللي بالاحمر في الاسفل ويفعلوا الجرس باش ديما يوصلهم الجديد ديال القناه ديالنا. يلا نمروا لتحضير الوصفه الاولى. اولا خوتي غادي نحضر معكم الوصفه لنزلات البرد او الرشوحات ديال البرد اللي كتقضي علينا واللي كنحسوا انه الجسم ديالنا في هذه الفتره ديال البرد كنحسوا به بارد جدا. لذلك انا حاليا غادي نحتاج كيفما كتشوفوا هذا حليب ساخن، يعني ضروري خاصو يكون ساخن. انا سخنته قبيله باش يدفى ليا لانه خاصنا نشربوه دافي. وغادي نحتاجو كيف ما شرحت لكم الشيبه او الشيبه او الشيبان كما كنقولوا ليها باللغه العربيه، والشيبه باللغه الدارجه المغربيه. كيف ما شفتوا ها هي درت ليها ميها سخونه، ضروري خصنا نديروا لها ميها سخونه غير واحد تقريبا واحد الدقيقه ونحيدوها. وغادي نحطوها في وسط يعني في وسط هذا الحليب وغادي نخليوها تطلق مزيان. بغيتو البنات في هذا الاثناء تضيفوا العسل اللي عندكم ضيفوه، العسل يكون حر. ما بغيتوش تضيفوا العسل، بغيتو تشربوها فقط يعني بحال هكايا. غير خليو هاد الشيبه تطلق فيها مزيان وشربوا الحليب. هاد الحليب البنات غتشربوه قبل النوم فاش تكونوا غادي تدخلوا في الفراش ديالكم، تكونوا حاطين وحداكم وتشربوه وتدخلوا في الفراش ديالكم وغادي تحسوا ان شاء الله بالنتيجه اللي غادي ترضيكم. نمر حاليا الوصفه ديالنا الثانيه. والوصفه ديالنا الثانيه خوتي خواتاتي غادي نحتاجوا فيها اللفت. هذا مكون اساسي في الوصفه ورائع جدا لإزالة أو القضاء على الكحة أو السعال الحاد. كذلك ديك الأشياء اللي كتكون عندنا في وسط الصدر ديالنا أو أصوات كنسمعوها في الصدر ديالنا أو في الصدر ديال الأطفال. حتى هذا البنات عن تجربة أتحدث جربتها ليا والطفلة ديالي رائعة جدا جدا. وكذلك اليوم من بعد ما غادي نشارك معكم الوصفة غادي نعطيها الزوج ديالي لأنه حتى هو حاليا فيه سعال حاد. وهاد المكونات اللي غادي نشارك معكم اليوم رائعة البنات وغادي تشوفوا الفرق من 3 أيام الأولى. لذلك أول حاجة خوتي غادي ننقيو لفت. صافي هنا البنات كيف ما شفتوا من بعد ما نقيتو غادي نحكو هاد الحكاكه
الرقيقة لأنه بغيناه يكون رقيق. وكذلك البنات كيفما قلت لكم في أول الوصفة غادي نحضر معكم جوج ديال الطرق ديال اللفت، لفت هكا أخضر ولفت مشوي. نعم حتى الطريقة الثانية رائعة بالنسبة للأطفال اللي ما كيقدروش على المذاق ديال اللفت. احنا بالنسبة لنا احنا الكبار ناكلو هاد الطريقة هذه او نستعملو هاد الطريقة، والاطفال اللي ما تيقدروش على الرائحة ديال اللفت. كيف ما شفتو البنات ها هو اللفت صافي حكيتو. كيف ما قلت لكم البنات هاد الوصفة هذه ما كتخطانيش نهائيا في ايام البرد، ما كنشريش الادوية، كنتهنى انا من الادوية نهائيا ما كنستعملهاش. ما كاين ما احسن اونتي بيوتيك طبيعي احسن حاجة. صافي هنا البنات غادي نضيف هاد اللفت اللي حكيتو لانني غادي نحتفظ به في هاد العلبة ديال الزاج، لانه هذا غادي نحتفظ به في الثلاجة المدة اللي غادي نستعمله. وفي هاد الاثناء البنات غادي نضيف هنايا ملعقة ديال السكر بودرة، يعني احنا كنقولو في المغرب سكر كلاصي. هانتوما وكذلك غادي نحتاج ملعقة ديال العسل ضرورية حتى هي نضيفوها على الخليط ديالنا. هيا صافي البنات، وهذا الخليط ديالنا غادي نخليوه تقريبا، يعني الا كنتو مثلا مزروبين يعني بهذا الخليط هذا خليوه ساعتين، كنتو ما مزروبينش به ديروه في الليل وخليوه حتى الصبح. صافي هنا كيف ما شفتوا غادي نخلي العناصر الجنسية مع بعضها هكا، وغادي نقفل عليها يعني نسد عليها بإحكام ونوضعها في الثلاجة على ما يطلق ليا هذاك اللب ديالو. وغادي نقول لكم طريقة الاستعمال. الآن نمروا للوصفة الثانية المرافقة ديال هاد الوصفة هذه اللي خاصة بالأطفال اللي ما كيقدوش على المذاق ديال اللفت. كيف ما شفتوا ها هويا كيتشوى، هانتوا معايا. طريقة جد سهلة والأهم أنها مفيدة جدا 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 للأطفال اللي يعني عندهم هاد المشكل ديال الكحة وما كيقدوش على الرائحة ديال هاد اللفت. صافي غنخليها حتى تشوى كاملة وغادي نرجع معكم. هنا خوتي من بعد ما سخن يعني شوية اللي غادي نقدر نهزو في يديا غادي نقيه معكم. هذا البنات هاد الوصفة هادي كتنقص هاديك الرائحة ديال هانتوما بسهولة كيتحيد. هانتوما البنات بسهولة القشر كيتحيد وكتنقص حتى الرائحة. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا الرائحة ديال اللفت اللي ما كيقدوش عليها الأطفال كتنقص بسهولة البنات. أنا غنقشرها هانتوما هي. صافي هنا البنات كيف ما شفتوا ها هي يعني نقيتها وتنقات ليا بكل سهوله، واخا هكاك راه باقا سخونه هانتوما كيف ما كتشوفوا، يعني ساهله حتى في التقشير ديالها. وهنايا البنات غادي نحكها في هاد الحكاكه هادي هانتوما هويا حكيتو. صافي غادي نحطو هنايا وغادي نضيف عليه سكر سنيدة وغادي نغطيه ونخليه حتى يطلق ليا اللب ديالو. صافي فاش يطلق ليا البنات اللب ديالو نرجع نقول لكم طريقة الاستعمال ديال هاد الوصفة والوصفة اللي كانت قبل منها. كيف ما شفتوا خوتي خواتاتي الوصفات بثلاثة حضرتهم معكم، ونتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. الوصفة الاولى كيف ما شفتوا ها هي خليتها يعني تقريبا واحد الساعة غير باش نوريكم، اما نتوما من الافضل خليوها يعني ديروها بالليل والصباح يعني تستعملوها وغادي تلقاو هذاك اللب
اللي مهم هو اللي اساسي في هذه الوصفه. انا غادي نوريكم. ها هو البنات، انا غنهزو معكم. ها هو، ها هو البنات اللب اللي حنا محتاجين. هانتوما هذا اللب يعني اللي غادي نحتاجو، وغادي تعطيوها لوليداتكم ملعقه في الصبح وملعقه في الظهر وملعقه فاش يبغيو ينعسوا يعني قبل النوم، وغادي تشوفوا ان شاء الله النتيجه بعينيكم يعني في 3 ايام، وممكن تكون حتى قبل 3 ايام على حساب الصعوبه او القوه ديال السعال او الكحه. كذلك خوتي حتى هذا ها هو راه خليته حتى هويا بالنسبه للوليدات. ها هو البنات، ها انتما يا خوتي، ها هو اللب، هذا هو اللب او العصاره اللي غادي تشربوا. هذه اعطيوها لوليداتكم اللي ما كيقدوش على الرائحه ديال اللفت، لانه كاين اللي ما كيقدرش عليها، وكاين اللي كتجيه عاديه. اللي كتجيه عاديه ياكل يشرب الوصفه هذه اللي حضرت معكم، واللي كتجيه قاصحه يشرب هذه لانه ما غاديش يحس بالطعم ديال اللفت، ولكن غتعطيه نفس النتيجه ونفس المفعول. شفتوا خوتي، ما كنبخلش عليكم بحتى شي حاجه اللي كتفيدني كنجيبها لكم حتى نتوما تفيدكم. وكذلك ما تبخلوش على اختكم سناء باللايك للفيديو وبارطاجيو على اوسع نطاق وتعم الفائده الجميل. يلا خوتي تهلاو ليا فراسكم، الى فيديو قادم باذن الله، مع السلامه.